تتوجه الآن للمملكة العربية السعودية، لأن النهاردة بدأ فيها الجلسات التحضيرية، الاجتماع الوزاري أو على مستوى الوزراء علشان يحضروا للقمة اللي هتتعمل بكرة. بكرة القمة الإسلامية العربية هيتم انعقادها في المملكة العربية السعودية. الهدف منها كما هو معلن بحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. عايزين يطلعوا بيان مشترك عربي إسلامي بيقول إن إحنا عندنا موقف موحد علشان نوقف هذا التصعيد اللي حاصل في المنطقة. طبعاً يعني خطوة مهمة جداً، حتى وإن إحنا لو كانت عملت عندنا علامة استفهام ليه استنينا لوقت، لكن الفكرة إن الأحداث الآن مهمة للغاية. إحنا عندنا الأحداث مشتعلة في إيران على خطين. الخط الأول إن في زيارة مكوكية حصلت من رئيس هيئة الأركان السعودية لإيران، وبيقول إن معاه ملفات مهمة جدا، فأكيد الملفات دي هتأثر في الأمور اللي هيتم بحثها في القمة العربية الإسلامية يعني بالمنطق. الحاجة الثانية إن يوم الأربع اللي جاي هيكون في زيارة من مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران، برضو علامة استفهام، معناه إن إحنا بنتكلم في إيه، وهل يا ترى هيكون في ضغط على إيران الفترة اللي جاية لما خرجت تصريحات من إسرائيل بيقولوا توافق تام في وجهات النظر مع ترامب حول الملف الإيراني وكيف سنتعامل معه، هيتعاملوا معاه إزاي؟ هنعرف أكيد، لكن مش بس إيران، إيران اللي متهمة إنها بتصفي حساباتها مع إسرائيل عن طريق حرب الوكالة من خلال حزب الله. حزب الله اللي ضرب النهارده عدد كبير جدا من الصواريخ وصلت للداخل الإسرائيلي، دخلت جوه إسرائيل، عملت عدد كبير جدا من الإصابات، وصفارات الإنذار لم تتوقف لساعات طويلة جدا على مدار اليوم. في نفس الوقت اللي إسرائيل ضربت فيه لبنان، والنهارده سقط عدد كبير جدا من إخواننا في لبنان، 56 شخص على الأقل من ضمنهم 7 أطفال. تصوروا كل اللي أعلنته إسرائيل، قالت أنا هوقف الضرب في شمال لبنان علشان ما بقاش في موقف محرج قدام مجلس الأمن، عشان ما تحاسبش وما تعاقبش. ده اللي بتقوله إسرائيل، لكن نفس الوقت اللي طلع منها النهاردة اعتراف وعلى لسان نتنياهو قال رغم أن كان في معارضات لينا لما قررنا أن احنا ننفذ هجمات البيجر، لكن نفذناها سواء كانت البيجر أو اغتيال حسن نصر الله. التصريحات دي النهاردة كمان كانت موجودة، المنطقة بتتوجه لفين؟ شفنا ضربة عسكرية أعلن عنها البنتاجون لليمن، وقال إن أنا ضربت مواقع فيها أسلحة متطورة جدا في اليمن وأماكن لتصنيع السلاح. اليمن فيها أسلحة متطورة جدا، يعني في مجموعة من علامات الاستفهام، لكن خلينا نبتدي بالتفاؤل خير ونكمل اللي بدأ بيه أساتذتنا امبارح اللي كانوا معانا في حديث القاهرة، وقالوا يعني إن شاء الله يكون في قرارات حاسمة في الملفات دي لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار. الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية موجود معانا على التليفون، وأكيد هيسعدنا جدا نشوف تعليقاته على اللي بيحصل والأحداث الحديثة. دكتور طارق مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. هل القمة العربية إحنا بنقول لأن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، التعليقات موجودة دلوقتي بين الناس إنها تأخرت كثيرا، القمة الإسلامية العربية اللي هتعقد بكرة على مستوى القمة والنهاردة على المستوى الوزاري، حضرتك شايف النقطة دي إزاي؟ هو بالتأكيد طبعا هذه خطوة جيدة بصرف النظر عن التوقيت، لأنها بتأتي في توقيت له دلالته من حيث وصول إدارة جديدة للولايات المتحدة، استمرار الحرب طبعا في غزة واستمرار المواجهات في جنوب اللبناني، وبالتالي هذه رسالة أولى بالنسبة للدول العربية والإسلامية للتعامل مع ما سيجري، وجزء مما سيجري هو مرتبط طبعا بتوحيد المواقف العربية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة، لكن بطبيعة الحال الأمر ليس سهلا وليس مجرد إطلاق تصريحات إيجابية هنا أو هناك. بطبيعة الحال نحن متفائلين بحدث القمة العربية الإسلامية، لكن بطبيعة الحال هناك ما يعني إشكاليات متعلقة بالأطراف الأخرى، والأطراف الأخرى هي من ستدير معنا معادلة فرض الاستقرار في الإقليم. وقف إطلاق النار كما تقول الإدارة الأمريكية، إحنا أمام 60 يوم حضرتك لحين تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهام الحكم تقريبا، فبالتالي خلال هذه المدة ربما يعني يتحرك المشهد بصورة إيجابية أو سلبية، لكن يعني اسمحي لي أن أقول أن الخيارات العسكرية ما تزال تستبق أي خيارات سياسية، ومن المبكر أن نقول أن المنطقة تتجه إلى
حالة من الاستقرار، بالعكس أرى أنه المنطقة تذهب إلى حالة من التوتر حتى مع المرحلة الانتقالية. يعني لا أريد أن أسبق الأحداث وأقول أن الإدارة المنتخبة يعني لم يكن لديها وليس لديها أي رؤية أو مقربة مجرد تصريحات، وهذه التصريحات يجب أن تؤخذ بحذر. يعني المطالبة بوقف إطلاق النار هذا يمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من البقاء في قطاع غزة، ثم نبدأ الترتيبات الأمنية، هو ما ينطبق أيضا مع الفارق في حالة جنوب لبنان. إذا وقف إطلاق النار مع إدارة منتخبة ليس هو منتهى الأمل لنا كدول عربية وإسلامية، لأنه ستكون إسرائيل قوة احتلال مقيمة على الأرض، وبالتالي يعني سيكون هنا الرابح مما سيتخذ من إجراءات هو مرتبط بإسرائيل. يعني الرابح والخاسر في يا دكتور طارق أنا آسفة جدا المقاطعة، الرابح في الخاسر في هذه المعادلة معروف في الآخر أيا كانت الاختيارات هيكون مين، لكن أنا عندي سؤال بسيط، هو إن إحنا عندنا ثلاث ملفات حاليا مفتوحة جدا قدام القمة بتاعت بكرة. عندنا إيران اللي راح لها في زيارة مكوكية رئيس هيئة الأركان السعودية، وأكيد لما نسمع على إن في وجهات نظر متطابقة، وإن إحنا عندنا كمان البي 52 موجودة في الشرق الأوسط، وفي زيارة من وكالة الطاقة الذرية لإيران يوم الأربعاء، دي علامة استفهام، بالإضافة إلى أن أمريكا ضربت النهاردة مواقع بتقول أنها خاصة ومهمة جدا في اليمن، وأخيرا إسرائيل أعلنت على أنها بتقسم غزة لثلاث مناطق. الثلاث ملفات دول مع بعض بيدوا لحضرتك دلالة أن احنا متوجهين في الثلاث ملفات دول لشيء؟ هو حضرتك كل دي إجراءات وتدابير جيدة طبعا في سياقها بالنسبة لمحاولة للتوافقات بالنسبة للملف الإيراني، والإيرانيين محددين يعني بصرف النظر عن تضارب المواقف والاستمرار في رسائل الردع لجانب الاسرائيلي والرد الاسرائيلي، لكن بطبيعه الحال الاشقاء في السعوديه بيبذلون مجهودات كبيره في هذا التوقيت لنجاح القمه العربيه والاسلاميه، وبالتالي الرسائل تجاه ايران، ولكن ايران ايضا مطالبه حضرتك بترجمه الاقوال الى افعال وليس مجرد المراوغه او ممارسه اي انواع من التكتيك، لانه المشكله ليست فيما يجري، المشكله في الترتيبات الامنيه والاستراتيجيه التي تجرى في هذا التوقيت، هذه ترتيبات تجرى في الاقليم، ودي جزء منها يعني اعتقد مستبق اليوم الثاني سواء في غزه او في جنوب لبنان، بمعنى ان ما اشرت اليه الان خطه الجنرالات الاسرائيليين، خطه الجنرال جورا ايلاند في شمال القطاع بتسعى الى تقسيم القطاع، القضيه ليست ممر السليم وتقسيم القطاع بين شمال وجنوب، وإنما إقامة مناطق معقمة في عمق القطاع، وبالتالي إسرائيل ستبقى في هذه المنطقة لبعض الوقت إلى حين بداية المفاوضات. الهدف منها تحسين شروط التفاوض، يعني لا تصدقي حضرتك أن إسرائيل ستبقى في ممر صلاح الدين أو سيبقى الممر السليم وتشغيل معابر بديلة وغيره، هذا يعني أمور يجب أن تفهم في سياقها، لأنها تستهدف تحسين شروط التفاوض مع الأطراف المعنية كل على حدة، وبالتالي الترتيبات الأمنية في غزة مختلفة عما يجري فيه جنوب لبنان. الجنوب اللبناني الهدف الرئيسي حضرتك الآن هو إقامة بافر زون، المنطقة سواء من 5 إلى 10 كيلو ربما تتمدد، وتحييد طبعا المنطقة العازلة بيبقى هيبقى في ترتيبات أمنية لتحييد القرى أو غيره. المشكلة الرئيسة في محاولة التواصل إلى تهدئة بين إيران وإسرائيل، وأيضا الفواعل من غير الدول زي ما حضرتك اشرت وكرمتي، موضوع الحوثيين، موضوع حزب الله، موضوع طبعا حماس والجهاد وغيره، لكن ارى انه اسرائيل لا تريد التصعيد بالصوره التي ربما يتم التهويل فيها، لان اسرائيل تحمى الان تحمى سماواتها بالدفاعات الامريكيه ومنظومات ساد، وبالتالي لا توجد مشكله بالنسبه لاسرائيل. هي كمان عندها خسائر على المستوى البشري وعلى مستوى كمان قضيه ال 400 يوم دي لن تستطيع بالضبط حضرتك الاستمرار، يعني لكن لا نريد برضو ان نرهن هذا الامر، لانه زمن الحروب الخاطفه انتهى حضرتك، يعني الان الحديث عن حروب ممتده طويله، حروب غير متماثله، استخدم فيها احدث انماط التكنولوجيا، وبالتالي تكرار المواجهات العربيه الاسرائيليه مثل ما جرى في حرب 73 او في حرب 67 انتهى الان، هذه حروب كانت في توقيتات معينه وزمنيه، لكن الان حروب مفتوحه ممتده نتيجه لاستخدام القوه والاشراف فيها من قبل كيان دولة الاحتلال، والدعم من قبل قوى كبرى بشكل علني وليس بشكل خفي. طب